اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الوطني كفاءات اردنية. في كل حلقة نختار لكم الاميز والافضل، يتميز ضيفي بذوقه الرفيع، فبدايته بسيطة وانطلاقته بدأت في خطوة واثقة على طريق النجاح. رحبوا معي في ضيفي الاكثر تميزا في هذه الحلقة، السيد محمد مناصرة صاحب مطعم تيكاوي. اهلا وسهلا فيك سيد محمد، نورنا عبر الشاشة. اهلا فيك. اهلا فيك. في البداية نعرف السادة المشاهدين اكثر، من هو محمد مناصرة وكيف بدأت مسيرة نشأة حياته؟ انا شاب عمري 22 سنة. نعم. كنت انا وشريكي فتح معي مشروع صغير، وكان المشروع هذا كثير بحبه، فهو كان يحب مشروع ثاني اللي هو المطعم. نعم. فحبيت افتح مطعم امشي معه فيه، هو كثير كان يحبه، هو له بنظام المطاعم كثير. نعم. فانا حبيت امشي انا وياه، فتحنا مطعم صغير رتب اسمه تيكاوي. جميل. سيد محمد، مطعمكم ما شاء الله، كيف شفت الاقبال عليه؟ حسب الموجود عندكم في المنيو هون، حسب اقبال الناس، حسب الاسعار الموجوده عندكم هون، كيف اقبال الناس؟ هلا هو كنا خايفين من هذا الموضوع كثير، لانه هذا المطعم كان مفتوح قبل 3 مطاعم كانوا كلهم فاشلين. نعم. فانا خفت انه من هذا الاشي يكون يضرب سمع على المحل، حبيت تنوع. حبيت انوع، غيرت الفكره كامله، غيرت الديكور تاعه، كان ما في ديكورات بالمره. نعم. غيرت الاستاف، غيرت كل اشي بالمطعم، يعني احنا اخذنا ناس جداد هون. جميل. الحمد لله، الحمد لله، كان اقبال جدا جيد، اقبال جميل جميل، وكانت ما شاء خطوه الله. الحمد لله ما شاء الله. اهم الخدمات، نعرف ساده المشاهدين اكثر عن ابرز الخدمات الموجوده في مطعم تيكاوي اللي تميزكم عن غيركم المطاعم الموجوده هون. احنا عندنا ممنوع الاكل، بتاخذ الطلب وبتروح على معك. جميل. هاي اهم خدمه عندنا. نعم. اكيد سيد محمد، كل انسان له نظره مستقبليه، كل انسان له طموح في المستقبل. وين بتشوف مطعم تيكاوي، او وين انت ممكن تفكر توسع او تفتح فروع اخرى، وين بتشوفه بعد 5 سنوات؟ بعد 5 سنوات
أنا بشوف عندي كثير طموح كبير، أنا بني آدم عندي طموح كبير من أنا وصغير. ما شاء الله. والحمد لله فتت بمشاريع وعاد الوضع جميل جدا. بس طموحي أنا بعد 5 سنين يكون عندي لا يقل عن 8 أفرع لتيك أوي. جميل. وبرضه أنا عندي طموح برا البلد مش بالبلد هون لحالي. جميل. لأنه أنا معي شباب الحمد لله زي إخواني، وإحنا كنا داعمين بعض، وبإذن الله غير أشوف حالي بعيد 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 عن هون. جميل. كم عدد الكوادر الموجود داخل المطعم؟ موجود كوادر داخل المطعم عندي 3، وعندي الشيف عبود الشامي هو اللي ماسك أمورنا كمان، صديقي العزيز كثير. ما شاء الله. بدنا منك رسالة، كونك شاب شو بتحب تحكي للشباب وخاصة الشباب اللي عاطلين عن العمل، شو كنك توجه لهم رسالة إنه مثلا يتجهوا لهذا المجال؟ لا، المجال اللي بتحبه أنت امشي فيه، تبدأ فيه، وأوعك حدا يحبطك أو يحكي لك لا، لأنه أنا لو حدا حكالي لا كان فتحتش محلين هلا وفتحتهم لحالي. صحيح. طيب محمد، في حدا دعمك أو ساندك لو وصلت لي ما أنت عليه اليوم؟ لو لقيت حدا دعمني وسندني كان عندي الفروع أكبر من هاي، ما في حدا. نعم. لو قدر لك والتقيت بجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وأنت ما شاء الله نشمة من نشامة هذا الوطن، شو كنك تحكي له أو توجه له رسالة؟ الله يخلي لنا إياه يا رب، ويحفظ لنا إياه، ويخلي لنا هالبلد تضل بخير وأمان وتخلص الكورونا إن شاء الله دائما وأبدا. أكيد أعزائي المشاهدين راح تظهر أرقام وهواتف مطعم تكاوي على الشاشة في موقعها في منطقة صويلح. في نهاية اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نتقدم في جزيل الشكر والعرفان للسيد محمد مناصرة صاحب مطعم تكاوي على وجوده معنا عبر شاشة برنامج كفاءات أردنية. كل الاحترام لك سيد محمد، ومنورنا مرة أخرى عبر الشاشة، ونحكي لك يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. شكرا لك. شكرا لك.